معايا الاستاذ انور ابراهيم الكاتب الصحفي الاثيوبي من اديس ابابا. استاذ انور مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك واهلا وكل المشاهدين. اهلا وسهلا. ما الذي يمكن ان نفهمه من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجيه الاثيوبي اللي عقده اليوم؟ نعم، هو في الاصل المؤتمر تم عقده داخل مقر مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، وهي من الاشياء تعتبر نادره جدا، يعني يتم عقد مؤتمر صحفي داخل مكتب رئيس الوزراء يحدث فيه الوزراء الاخرين. كان دوما وزير الخارجيه يعقد مؤتمر صحفي من داخل وزاره الخارجيه وكذلك وزاره المياه. المؤتمر الصحفي يوضح الحاله الاخيره وخاصه ما توصلت اليه عمليات البناء في السد والتي ذكرت بانها وصلت بنسبه 71%. واكد ايضا وزير المياه والري الاثيوبي بان اثيوبيا ستبدا في يوليو المقبل بدايه عمليات التخزين او التخزين التجريبي للمياه في بحيره سد النهضه الاثيوبي. اضف الى ذلك كانت هنالك استنكار لبيان وزاره الخزانه الامريكيه والذي تحدث وزير الخارجيه قال ان الولايات المتحده خرجت بهذا البيان، ونتمنى ان تعيد صياغه هذا البيان واعادته مره اخرى، لان البيان كانت طريقته ولهجته غير جميلة واستنكر البيان التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. أضيف إلى ذلك كانت هناك بعض النقاط المتداولة التي دوما يتحدث عنها الأثيوبيين، وهي ليست بنقاط جديدة، لأن الأثيوبيين يبنون السد بأموالهم وعلى أراضيهم، وهو ليس كهيبة من أي جهة أخرى، وهو حديث دوما يتم تكراره، وهو نوع من الثقة بأن تواصل الشعوب الأثيوبية دعمها لهذا السد. واليوم كان هناك مؤتمر صحفي أيضا في مجلس تنسيق دعم المساهمه الشعبيه لسد النهضه، هو الجهه التي مسؤوله عن توفير الدعم لسد النهضه. سيتم اعتبارا من يوم غدا تفعيل دعم وتمويل سد النهضه عبر مختلف البرامج الرصيد ومختلف البرامج المتنوعه طيب. التي تقوم بها الحكومه في الوقت الاخر لتوفير الدعم لهذا السد. طيب استاذ انور، يعني ما هو تفسير المراقبين الاثيوبيين لغياب الطرف الاثيوبي عن الجوله الاخيره من المفاوضات التي كانت في واشنطن، والتي كان من المفترض ان يتم فيها التوقيع على اتفاق وافقت عليه الحكومه الاثيوبيه، وافق عليه المفاوض الاثيوبي؟ نعم، الحكومه الاثيوبيه كانت قد طلبت مهله لانها بدات مشاورات مع الجانب الفني والخبراء والاكاديميين الاثيوبيين في الداخل والخارج والغانيين، وهذا ما كانت بموجبه قام رئيس الوزراء بابتعاث من روسيا الخاص رئيس الوزراء السابق الى كل من مصر والسودان، وبعث ببرقيتين للخزانه الامريكيه وحكومه الولايات المتحده. والطلب الاخير هو كان ارجاع المفاوضات لفتره محدده حتى تنتهي شبه مشاوراتها، وكانت الحكومه الاثيوبيه قد اكدت انها لم تشارك في الجلسه او الجوله الاخيره في واشنطن لانها لم تنتهي من المشاورات، وكانت قد طلبت من الجميع يعني ان يعطوها مهله حتى تنتهي. الرد للخبراء الاثيوبيين لم يكن لجميعهم ولكن لبعضهم الذين تحدثوا عقب بيان وزاره الخارجيه الامريكيه وبيان وزاره الخارجيه المصريه بان الطلب الاثيوبي لم يكن تماطل ولم يكن على تعمد او على شيء مقصود، ولكن كان هو ان هنالك محاوله لمناقشه بعض النقاط الرئيسيه الاخيره. والبيان اليوم تطرق ايضا بالجوانب القانونيه والجوانب الفنيه التي تتشاور اثيوبيا مع خبرائها فيها. طيب استاذ انور، يعني عفوا حراك سياسي كبير. نعم عفوا استاذ انور، يعني اذا كانت هناك حاجه للمزيد من الوقت للمفاوض الاثيوبي او للحكومه الاثيوبيه لكي تتحدث مع خبرائها حول هذه النقطه، لماذا تستبق نتيجه المفاوضات؟ لماذا تستبق الحكومه الاثيوبيه نتيجه المفاوضات وتقوم بملء السد قبل الاتفاق على صيغه ترضي جميع الاطراف؟ هي لم تقم بتمديده، ولكن على في فتره الملء، فتره الملء في يوليو القادم، يوليو القادم من الان هنالك حوالي 4 أشهر على ما اعتقد ليوليو، اذا هنالك فتره كافيه جدا يمكن ان تكون هنالك جولات، يمكن ان يكون هناك تفاوض. هي فتره تم وضعها تقديريا يعني فتره يوليو المقبل، يوليو المقبل نحن الان في اوائل مارس، اذا هنالك حوالي 4 أشهر حتى تبدا عمليات بدء ملء سد النهضه، وهي فتره طويله جدا. وكان من قبل الحكومه الاثيوبيه تتحدث خلال الجولات السابقه بانها ستواصل البناء الى جانب مواصلتها في التفاوض. طيب. اذا ربما قد يطرا جديد في الملف وقد ربما قد يتوصل، وهذا ما اكده ايضا بيان وزاره الخارجيه المياه الثاني الذي كان في الاسبوع الماضي وبيان اليوم بان الحكومه الاثيوبيه ايضا ستتعاون حتى اخر لحظه
لن تتوقف ولن تترضي مصالح الاخرين، والبيان اليوم تطرق لهذه النقطه ايضا في عده ولكن مرات هناك تصريحات اخرى، هناك تصريحات اخرى عفوا استاذ ابراهيم استاذ انور، يعني مفادها ان اثيوبيا تتهم الطرف الامريكي وتتهم البنك الدولي بالانحياز لمصر في هذه القضيه. نعم، هو البيان الخاص بوزاره الخزانه الامريكيه فيه نوع من التهديد حسب الخبراء الاثيوبيين، وخاصه البنات يقول يجب ان لا تبدا اثيوبيا اي مرحله من مراحل التهديد دون قبل التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الثلاث. اذا ترى اثيوبيا ان هنالك وقايه الان فرضت، وخاصه الحكومه الاثيوبيه كانت قد نبهت في اجتماعات فبراير الماضي في اديس ابابا بان الجانب الامريكي والخزانه ما هما الا مراقبين لهذه المفاوضات وليس وسيط بصفه كامله. وكان قد نبهت الحكومه الاثيوبيه ايضا للجوانب المشاركه كمشاركين في دوله فبراير الماضي بان لا يستبقوا باي تصريح من وسائل الاعلام حتى لا يحدث خلل في هذه الجولات. طيب يعني البعض ايضا استاذ انور يربط بين هذه المواقف الاخيره للحكومه الاثيوبيه بالحاله السياسيه في البلاد في اثيوبيا، بالعمليه الانتخابيه التي يعني سمعنا انها ارجئت الانتخابات الى شهر اغسطس المقبل، هل تتفق مع هذا الطرح؟ والله قد يكون هذا احدى التوقعات التي قد تكون بنسبه اكثر من 50%. اولا كما قلت لك ملف صدر النهضه ملف يعتبر من اهم الملفات التي تحمل حساسيه كبيره جدا في ظل الوضع السياسي الذي تشهده البلاد. وكانت هناك اتهامات من الشارع من الخبراء بان الحكومه الاثيوبيه قد قدمت تنازلا كبيرا خلال الجولات الماضيه، وفيما يبدو ان الحكومه الان تتحجج من ان تتحمل بعض التبعيات فيما يخص هذا الملف حتى لا تتساءل فيه غدا. وكما شاهدنا ان الان هنالك بعض الاتهامات للحكومات السابقه من قبل الجبهه الثوريه او قبل رئيس الوزراء مجد الزناوي، لان الحكومات السابقه غالبا قد دخلت في عهود خوفا من بعض الصراعات بان لا تبني اي سد او لا تقوم ببناء اي سد او نفد الاستفاده من المحامين. فاعتقد ان هذا ايضا قد يكون احد الاحتمالات، يعني تكون الحكومه الاثيوبيه الان لا تود ان تتحمل اي تبعات سياسيه فيما يخص ملف صدر النهضه، وهذا ما اكده رئيس الوزراء في جلسه الرابع من فبراير الماضي، والذي اكد بانه هو من امر بعدم التوقيع على الوثيقه حتى يتم مراجعتها مع الخبراء والمستشارين القانونيين للحكومه. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ انور ابراهيم الكاتب الصحفي الاثيوبي، كان معنا من اديس ابابا. و